عناوين نشرة الليلة: النفايات عادت، ماذا عن الحراك؟ الرجل العنكبوت مرة من برج حموت. هيدا بالنسبة لأن هيدا تراث ما فينا نغيره. الأمن العام في عيده، لبنان باق والإرهاب سيهزم. الكهرباء بشركات الخدمات نحو التمديد. يعني أول شيء خلنا نقول على أنه التمديد حاصل، يعني بات محسوما، نجددوا لهم 4 أشهر القادمة تحت عبارة أنه بدل ضائع. أطفال ينفذون أحكام إعدام وحفلة وداع لانتحاري. هذا زر الدقمة، أضغط عليه بإذن الله أرسلهم على جهنم بإذن الله تعالى. وفي نشرتنا جوليا بطرس تسأل الليلة: أنا مين عند الواجهة البحرية؟ كاميرون ووجبة سمك على الرصيف. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. اللعنة في لبنان وفك المرصود في سوريا، فعقدة دارية حلت عقدة اللسان في جنيف، وباتت موسكو وواشنطن على بعد خطوة من بلورة نص اتفاقية شاملة حول سوريا. تسارع الأحداث في الميدان يسير على خط موازن مع المتغيرات السياسية، وبشهادة كبير مفاوضي المعارضة سقطت دارية، وبسقوطها انتهت ثورتنا. عادت دارية إلى كنف النظام، وغادر المسلحون وعائلاتهم إلى مراكز إيواء في إدلب. دارية المدينة التي أدت دورا مفصليا في عمر الأزمة السورية شكلت اليوم نقلة مفصلية في المشهد السوري، وعلى هذا المسرح وقف اللاعبان الدوليان جون كيري وسيرجي لافروف ليعلنا وثيقة ستعرض على الرأي العام العالمي في وقت قريب. توزع الثنائي الأدوار في تكثيف الاتصالات الثنائية بهدف عرض الوثيقة التي تضمنت في أحد بنودها وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا. الوثيقة قرأت من هذا العنوان الأهم، إذ إن الثنائي الروسي والأمريكي اختصر تمثيل الفصائل المسلحة والمعارضة والنظام، وناب قولا وفعلا عن أنظمة كالسعودية وتركيا وإيران وقطر ومعها الاتحاد الأوروبي، وهي دول سلحت ودربت ومولت واستقطبت إرهابيين إلى أرض الجهاد الأكبر في سوريا. والثنائي نفسه قرر واتفق وفصل حلا سياسيا بمقاس عالمي للأزمة السورية، إذ سقط الحل العسكري من الأجندة، والمساعدات ستسلك طريقها إلى الأرض المنكوبة. والأهم من كل ما تقدم، تصدير جون كيري مذكرة جلب إلى جنيف تمسك بأيدي الطرفين إلى طاولة المفاوضات السويسرية. ولسوريا سلام آت بالإرادة الدولية ذاتها التي أطلقت إشارة السبق الأولى في إعلان الحرب. ووسط هذا المشهد ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمظهر الضحية بعدما أدى طوال سنوات دور الجلاد. وعند جسر السلطان سليم اقتنص سلطان زمانه المتغيرات المتسارعة، واستدار في مكانه قائلا إن الأمريكيين والعرب ورطوه في الجحيم السورية، وهي استدارة أين منها الاستدارات الجملطية. إذن دارية إلى كنف الدولة، والمسلحون إلى إدلب، والأزمة السورية بين كيري. بعد 4 سنوات من الحصار والمعارك، أسدل الستار على المعركة الأطول في محيط العاصمة السورية، لتعود دارية الواقعة في الغوطة الغربية التي كانت بمثابة أيقونة للمسلحين إلى كنف الدولة، لينتهي بذلك تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق التسوية في مدينة دارية بين الجيش السوري والمسلحين المنضوين تحت الجيش الحر وجبهة فتح الشام وغيرها من الفصائل، بخروج أكثر من 200 مسلح باتجاه إدلب من أصل 700 التزموا بإلقاء السلاح.
انتم صرتوا بحضن الدوله السوريه اللي هي راعيه لكل مواطن سوري محافظ عليه من امن الارهاب والارهابيين. انتم اليوم صرتوا بالخط الوطني السليم والصحيح. اليوم الدوله السوريه قائمه على مراعاه كل الامور اللي بتخصكم الخدميه والصحيه. وفي سيناريو مطابق لما جرى في حمص القديمه، اعلن الاعلام الحربي بدء خروج حافلات تحمل مسلحين وعائلاتهم تطبيقا للمرحله الثانيه، وانقسمت الحافلات الى قسمين، قسم توجه الى ادلب والاخر قصد قريه حرجله الخاضعه لسيطره الجيش السوري في الغوطه الغربيه، ليتم منها توزيع العائلات على دور ايواء عده. وضمن الاتفاق أعلن التلفزيون السوري خروج 9 من مخطوفي الجيش السوري من دارية، في حين يستغرق تنفيذ التسوية 4 أيام. من جهتها الجبهة الشامية أعلنت في حسابها على تويتر سيطرتها على قرية حمير العجاج غربي مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي، وعلى قريتي تلج الغربي والهضباط شرق بلدة الراعي في ريف حلب الشمالي، وذلك بالتعاون مع الجيش الحر وبدعم من الجيش التركي. أما في السياسة، وبعد أكثر من 10 ساعات من المحادثات، فشلت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في التوصل لاتفاق بشأن التعاون العسكري ووقف العمليات القتالية في سوريا، ولكن جون كيري وسيرجي لافروف قالا إن أمامهما قضايا قليلة محدودة يتعين حلها قبل إمكان الإعلان عن التوصل لاتفاق. وقال كيري إن الجانبين حققا وضوحاً بشأن الطريق إلى الأمام، وإن معظم الخطوات نحو تجديد هدنة وخطة إنسانية تم التوصل إليهما في شباط الماضي استكملت في خلال المحادثات. من بين النقاط العالقة إيصال المساعدات إلى المدنيين المعرضين للخطر، وإذا كنا قادرين على إبرام اتفاق طويل الأجل بشأن وقف إطلاق النار، فسنكون قادرين على إحداث تغيير جذري حيال مسار النزاع. لقد استكملنا الغالبية العظمى من تلك المباحثات الفنية التي ركزت بشكل أساسي على جعل هذه الهدنة حقيقة وتحسين المساعدات الإنسانية، ومن ثم جعل الأطراف تجلس على الطاولة حتى نستطيع أن نجري مفاوضات جادة بشأن كيفية إنهاء هذه الحرب. وقال كيري ولافروف إن خبراء البلدين سيبقون في جنيف لإنهاء المسائل العالقة وإنجاز تفاصيل الاتفاق، وحذرا من إمكان انهياره ما لم يتم سريان فترة تهدئة قبل تنفيذه. تمر عملية تجنيد المتطرفين بمراحل طويلة ومعقدة، وتستغرق وقتا حتى تطمئن الجماعات المتطرفة إلى الوافد الجديد إليها. تختلف الدوافع التي تؤدي بكثيرين إلى السقوط في براثين الجماعات المتطرفة، ولا يمكن حصرها بالدوافع الأيديولوجية، فالبيئة الفقيرة هي أرض خصبة بالنسبة إلى التجنيد، وثمت معطيات عديدة تجمع بين منفذي الهجمات الانتحارية، ومنها أن غالبيتهم شبان في العشرينيات، وخصوصا لدى داعش الذي توسع في استغلال القاصرين في العمليات الانتحارية. هذا شريط مصور يظهر احتفالا بوداع انتحاري وطقوسا خاصة تلتقطها الكاميرا للمرة الأولى. وسرور، عناق الأحبة وإطلاق نار ابتهاجي، ليس عرسا ولا احتفالا، إنما حفلة وداع انتحاري. طقوس تبث للمرة الأولى على الشاشة، الساعات الأخيرة التي يقضيها الانتحاري قبل تفجير نفسه، كيف يعد حزامه الناسف بنفسه، والصلاة الأخيرة التي يؤديها قبل الوداع. لقطات عرضها التلفزيون الفرنسي للانتحاري صاحب اللحية الحمراء الملقب بأبي الليث، أحد جنود تنظيم أنصار العقيدة في حلب. واجبنا صعب، هؤلاء الخنازير والكفار يعتدون على نسائنا ويسرقون أراضينا، وأقسم بالله أننا سنقاتلهم بهذا. وقبله تمكن فريق أجنبي من تصوير 4 انتحاريين قبل تنفيذ عمليتهم في مدرعة مفخخة لمصلحة أحد التنظيمات الجهادية.
مكث فريق التصوير أياماً عديدة مع الانتحاريين الذين فخخوا المدرعة بأطنان من المتفجرات وشرحوا خطة سيرهم قبل دقائق من الضغط على زر التفجير. فيلم سموه الدوغما. هذا كورتكس موصول بالداخل بزر الدوغما. يعني إذا دخلت بين مباني بإذن الله تعالى، دخلت بين مباني وفجرت، الأمام يتمسح واللي حول يتمسح، يعني الانفجار كذا وكذا زي كذا. أول لما أقرب من مكان الهدف أفتح هذا الأمان، الزر الأول هذا أرفعه، طيب، وأظل ماشي لين أوصل خلاص عند مكان الهدف ب يعني أمتار، أفتح الأمان الثاني خلاص. هذا زر الدقمة، هذا زر الدقمة، أضغط عليه بإذن الله أرسلهم على جهنم بإذن الله تعالى. قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم. في مطمر النعم قالوا على جثثنا لن يفتح المطمر مجددا، وفتح. ماذا عن مطمر برج حمود وخصوصا أن النفايات عادت إلى الشارع؟ تحقيق رشال كرم. 17 تموز 2015 تاريخ إقفال مطمر النعمة وتاريخ بدء تفاقم مشهد النفايات في الشوارع. 27 آب 2016 بدأ عودة النفايات إلى الشوارع مجددا وسط حيرة في كيفية حل ملف سئم المواطن تكراره، خصوصا أنه في لحظة إتمام الصفقة تسقط كل التحديات والعنتريات. نحن في حملة إقفال مطمر عين جافيل النامي نعلن أننا دفعنا فاتورة الوطن 17 سنة من الموت والتسمم، ولن نقبل بفتح المكب ثانية واحدة. وهذا الميت الذي تحاولون إعادة الحياة له دفناه، وقبره تحت أقدامنا، ولن نسمح لأي كان بنبشه إلا على أجسادنا. الكتائب اللبنانية الرابضة على مدخل المطمر المفترض في برج حمود، هل تكون رابضة على منع فتح المطامر في الطرقات كما هو منتظر؟ قبل ما صارت الزبالة على الطرقات بلشوا مثل يخيرونا إنه يا بكون تشموا الزبالة على الطرقات يا بكون تشموا زبالة بالمطمر. نحن ما فينا نتخير إنه يا بدك تنضر من هون يا بك تنضر من هون. نحن بكل بساطة ما بدنا ننضر، نحن جينا سكرنا هون حتى ما ننضر، لأن احنا شايفين لبعد 10 سنين هذا شو معقولة يضر. ولكن النفايات صارت بالشارع. طيب شو يعني حق علينا؟ نحن في مسؤولية على الدولة، الدولة من سنة ونص عندها كانت بشكل نفايات، ومن سنة ونص لليوم ما عملت شيء. إذا رجعوا قالوا لكم بس افتحوا لنا 8 أيام أو 10 أيام لهذا المطمر تنحل هذه المشكلة. المشكلة نحن كحزب كتائب نحن مسكرين المطمر مش مسكرين الباركينج. هي حزب التشناق قرر وقف استقبال النفايات، ونحن من أي حزب التشناق، لأنه حزب التشناق كان موعود شيء وبينوا له غير شيء. مش نحن وقفنا لم النفايات عن الشارع، حزب التشناق بلدية برج حمود أخذت قرار تسكر الباركينج اللي هو هونيك. نحن هون على يميننا في المطمر، العمل بالمطمر، المطمر بعد مش جاهز ليستقبل النفايات. إذا حزب التشناق والبلدية قبلوا يفتحوا الباركينج، أنتوا كحزب كتائب تفتحوا المطمر؟ المطمر لا. إذا كان ضمن صفقة؟ نحن ما نفوت بصفقات، نحن ما لنا حل مستديم. إذا اليوم إجوا عرضوا لنا حل لمدى البعيد نحن أكيد، نحن مش جماعة يعني مش قاعدين بلا شغل ومبسوطين قاعدين هون على ريحة الزبالة والمجرير. سيصعب على أي لبناني أن يفهم الحلول البيئية ومصطلحاتها العديدة ولو جهد في ذلك، ففي سنة وشهر تعددت الطروح وكثرت وتبين أن كل ديك على مزبلته صياح، فيما المواطن يصيح ألما ويأسا والسلطة عاجزة عن تلمس الحل. رشا الكرم، قناة الجديد. وإزاء تراكم النفايات مجددا في الشوارع، ماذا عن الحراك الشعبي؟
بينما طامرة لا تستوفي أقل الشروط البيئية، وتهديدا بعودة النفايات إلى الشوارع في ظل التخبط السياسي حول المحاصصة في هذا الملف، عادت الأنظار إلى الحراك المدني الذي رفع الصوت ذات آب من العام الماضي ضد النفايات العضوية بداية ثم السياسية لاحقا. عم بكون في تنسيق من بعض تحت لي إذا رجعت الزبالة على الطريق ترجع أنتوا أيضا بهالموضوع؟ طبعا يعني هو الحراك منه هيكل منظم ومنه حزب. الحراك هو كناية عن مجموعات مستقلة هدفها التغيير ومحاربة الفساد بالبلد، وكل ما يكون في قضية مهمة عم بيتم التنسيق. يعني التنسيق اللي صار بشكل أساسي أو بشكل أكتر هو صارت الانتخابات البلدية، كان في وضوح إنه في جو عام بكل لبنان كان عم بصير. عملية التنسيق هي منا عملية تقنية، هي عملية موقف بيتم الاتفاق على الأساسيات وبدأ التعبير عليه. الأعداد منا هي المعيار الأساسي، منا هو المهم. الشيء المهم موجة الحراك الشعبي مستمرة، والمطالب اللي عم بيرفعها الحراك ومجموعات الحراك عم بتلاقي صدى إيجابي عند المواطن، لأنه المواطن مع هذه المطالب. كمان الناس لازم تاخد دورة، نحنا منا قيادة، نحن منا قيادة الناس، نحن جزء من هالناس. هيدي الموجة مستمرة، وإذا كمان بعض الحكام مفكرين لأنه هيدي الموجة قطعت وخلصت فيهم يقطعوا اليوم تمديد جديد للمجلس النيابي، أنه نحن مستعدين وبعدنا على كامل الاستعداد نتصدى لأي فكرة تمديد للمجلس النيابي. الناس جاهزة تنزل، بنفس الوقت الناس مش جاهزة تنزل. الموضوع ملقى على عاتقنا نحن، ملقى على عاتق كل الناس اللي بتعد برحالة بدها تأدي دورة بشكل حقيقي، بدها تنتبه لأخطاء اللي أخطأتها، لأنه في مطارح ارتكبنا أخطاء. خلينا نكون على حقيقة، استعادة ثقة الناس بده يكون قبل النزول على الشارع ووقت النزول على الشارع وبعد النزول على الشارع. أنا ما بكفي في شغل جدي عليه، والمهم بهذا الموضوع الشغل الجدي هو مش بس ببيروت، اليوم بقعة الزيت تحول بكل لبنان. المواطن صار عنده ثقة أنه إذا بيعلي صوته بيقدر يغير. تقنياً هل رح تدعو لتظاهرات إذا نزلت إذا رجعت استنفيت؟ طبيعي طبيعي طبيعي، لأنه الناس ما بقى تحمل هيدا الموضوع تكراره. تجربة السنة لحراك مدني صرف اشتدت فترة وهدأت فترات، إلا أنها تشكل فرصة جديدة لشعب نزل الشارع ليطالب بأبسط حقوقه، انتكس في انتظار عودة النبض إليه. رشا الكرم، قناة الجديد. تنتشر في لبنان الأسلاك الكهربائية الممددة بطريقة عشوائية على الطرقات والأوتوسترادات والشوارع الضيقة والعامة من دون أن تراعي السلامة العامة، إذ أنها قابلة للاحتكاك والانفجار وأحداث الأضرار في أي لحظة، وخصوصا في حال ترفقت والاستفادة من الكهرباء خلافا للأصول القانونية الرسمية المعتمدة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، حتى أن سبايدر مان وجد في برج حمود مقرا جديدا له. جوال الحاج موسى. قد يكون الرجل العنكبوت زار العاصمة اللبنانية ومر بشوارع ضواحيها وأحيائها ناثراً خيطانه بينها، لكن الحقيقة ليست كذلك، فسبايدر مان لم يمر من هنا، وعلى الأرجح لا يفعل، لأنه إذا تسلق جدران أبنية ضواحي بيروت الشعبية لا يجد مخرجاً، نظراً إلى تشابك الأسلاك وتداخلها، أو خوفاً من صاعقة بتيار كهربائي. السرطان يعني من أبا عمرهم هيك مفلوطين بالشارع؟ من أول حرب. سرطان شو هول؟ سرطان كهرباء، اشتراك، موتورات. ليش هيك فلتانين؟ كل العالم صار فلتان، بلد كله صار فلتان يا أختي. عم ندفع تاكس وعم ندفع كل شيء، ومش عم نلاقي شيء مقبيل اللي عم ندفعه. يعني بيحطوك تحت أمر الواقع، خلص أنت هيك بدك تعيش منزل. برج حمود واحدة من المناطق التي تنتشر فيها الأسلاك عشوائيا، وهي ظاهرة متوقعة في بلد تسوح فيه الأسلاك في الهواء الطلق، حتى بات هذا المشهد معلما من معالمه. هيدا بالنسبة لأن هيدا تراث ما فينا نغيره، أول شيء خلي أمنه كهرباء بعدين يفكروا يشيلوا هول، بس مش أكتر من هيك. إذا شلون يعني بتحس في شيء ناقص صار بال... ما بيصير يشلون، خلي أمن الدولة كهرباء مزبوط 24-24 يكونوا صادقين النواب والوزراء، بعدين نفكر بحل التاني. بلدية برج حمود أكدت في حديث إلى الجديد أنها بدأت العمل لضبط انتشار هذه الأسلاك منعاً لتهريب الكهرباء أو سرقتها، وتجنباً لخطر حدوث أي ماس كهربائي،
كما أن أصحاب محال توزيع الإنترنت وأصحاب مولدات الكهرباء والدش هم أول الراغبين في ترتيب هذه الأسلاك. بالمبدأ كبلديتنا هون برش حمود عندها نية أنه دايماً سهرانة على الوضع، بس أنه هلأ في شيء على الأرض جديد، تنظيم وترتيب الكابلات. كل فترة بيضبضبوا هول الكابلات، بعد وقت قصير بيرجعوا بينتشروا. ممكن يكون بيجي مثل على صعيد، إذا ما نحكي كابل الانترنت صار في كذا شبكة شركة هون، وكل واحد بيمد على طريقته الخاصة، فعايد هيك فيش مراقبة من قبل الدولة ولا البلديات اللي عم يمد جديد. يمكن بناية صاحب البناية ما يقبل انه مثلا انا ركب علبة عنده واطلع منها على البناية تبعه، لو بتصير هيك احسن لنا كلنا. هي المشكلة عنا انه صار في كتير عنا عالم جديدة بتوزع انترنت، هيك كل ما طلع بلو بشارع بيحط علبة بيمشي فيها، وهيدا الغلط. هنا عاد الجسر الذي تطفل على خصوصية البيوت، لم يكترس واضع السلك الكهربائي لحجب الرؤية عن هذا الطفل الذي يخبره أهله بروايات أطفال سقطوا من شرفتهم فأنقذهم تشابك الأسلاك الآمنة بفضل انقطاع الكهرباء الدائم. جوال الحاج موسى، قناة الجديد. المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يؤكد بقاء لبنان وانهزام الإرهاب بوجهيه الإسرائيلي والتكفيري. في العيد 71 للأمن العام، رأس المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم احتفالا مركزيا في مقر المديرية توقف فيه عند الشعار الذي اختارته المديرية لهذا العام، وهو لبنان باق والإرهاب سينهزم، داعين العسكريين إلى العمل لبقاء لبنان المتنوع في ظل تسويات كبيرة تدبر على حساب الجغرافيا والكيانات، وفي ظل لغة مريبة تؤسس لدول تتلون بإثنيات ومذاهب، مشيرا إلى أن سيل الإرهاب التكفيري يحاول جاهدا اختراق وطننا وتدميره كنموذج فريد في المنطقة والعالم. وخاطب إبراهيم العسكريين بالقول إن مهمتكم تكمن في بقاء لبنان وهزيمة الإرهاب بوجهه الإسرائيلي والتكفيري من دون أي تأثر بالتجاذبات السياسية الظرفية والقراءات والرهانات التي تملأ الفضاء اللبناني من جراء الفراغ الرئاسي والشلل الدستوري. كذلك أشاد إبراهيم بنجاح عناصر الأمن في مجال الأمن كما في الإدارة، معاهدا اللبنانيين الاستمرار في هذا المضمار. شدد وزير الخارجية جبران باسيل على أن التيار الوطني الحر لن يسكت قبل تحقيق الميثاقية التي لا يمكن أن تتحقق من دون تياره. وفي كلمة له خلال العشاء السنوي لهيئة كسروان الفتوح في التيار، رد باسيل على منتقدي لعناته التي أنزلها بكل من يحاول اقتلاع التيار من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة. امبارح زعلوا، كيف قلنا لهم ملعون يلي بده يقلعنا من أرضنا ومن رئاسة الجمهورية ومن الحكومة ومن مجلس النواب، زعلوا. للي زعلوا بدنا نقول لهم اليوم ملعونين أنتو وكل مين لف لفكم. لما بتحاولوا تقلعونا من أرضنا، وملعون كل واحد بيحاول يقلعنا من بلدنا، وملعون الحوار والنقاش وأي تفكير وطني إذا بدهم يتعاطوا معنا إنه نحن مش موجودين على الطاولة، نحن موجودين بتمثيلنا وبمسيئيتنا. وهيدي كلمة المسيئية بدهم يحفظوها ويتعلموها منيح، لأنه ما رح نسكت عنا غير ما تصير وتتحقق، وهيدي المسيئية ما بتتحقق بلينا. قصتنا اليوم منا قصة حكومة أو قائد جيش أو ضابط، القصة أكبر بكتير من حكومة، القصة قصة وجود بهذا الوطن، والقصة قصة كرامة، كرامة شعب. والإنسان لما بيخسر كل شيء بيبقى عنده كرامته هي اللي بتنقذه. رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن الأزمة القائمة على مستوى الحكومة والسلطة والشغور الرئاسي هي بسبب إدارة الظهر من قبل حزب المستقبل للتيار الوطني الحر. موقف فضل الله جاء في احتفال أقامه حزب الله في بلدة الغازي الجنوبية للطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية. نحن نعلم الأزمة القائمة الآن على مستوى الحكومة والسلطة والشؤون الرئاسي هي بسبب إدارة الظهر
في مكون أساسي للبلد. ما في حدا يتجاوز، ونحن ضد التهميش والتجاوز وضد سياسة إدارة الضعف، وندعو مجددا إلى الحوار مع العمال بشارع حول مطالبه المحققة في ما يتعلق بالملف الرئاسي وفيما يتعلق بالشراكة الوطنية. عقود شركات مقدمي الخدمات الكهربائية إلى التمديد. في 28 من آب تنتهي عقود شركات مقدمي خدمات التوزيع الكهربائية، والمفاوضات جارية بينهم وبين مؤسسة كهرباء لبنان للتمديد 4 أشهر إضافية، والذريعة استمرار المرفق العام، فأين المياومون من هذا التمديد؟ نحن بالحقيقة ما بدنا التمديد، لأنه منعتبر أن وجود شركات مقدمي الخدمات هو العائق الوحيد أمام دخولنا ملاك مؤسسة كهرباء لبنان من بعد ما أعطيناها زهرة شبابنا وعمرنا. وسبب تاني، هيدي الشركات أثبتت فشلها، مش لأنه نحن أضربنا مرة أو مرتين، هودي الإضرابات أخذوا بدالهم وقت الشركات، ولكن بتقارير كل الأجهزة الرقابية لو نحن السبب الوحيد، نحن من الأسباب، ممكن الأسباب نحن أقل سبب، ولكن أجهزة الرقابة كلها بتقاريرها بتقول هذه الشركات أثبتت فشلها ولا يجوز أن يتمدد أو يمدد أو يجدد لها. ولكن بالرغم من كل هالتقارير في عملية تجديد وربما حصلت بهالوقت اللي أنا عم بحكي معك فيه. مؤسسة كهرباء لبنان تؤكد للجديد أن المفاوضات باتت في خواتيمها مع شركات مقدمي الخدمات، وأهم ما تبحث فيه التمديد 4 أشهر كبدل ضائع من الفترة التي أغفلت فيها مؤسسة كهرباء لبنان عام 2014 بسبب المياومين. الغرامات التي فرضتها مؤسسة كهرباء لبنان على الشركات نتيجة الأداء وتأكيد مؤسسة الكهرباء أنها ليست في وارد التنازل عن هذه الغرامات أبداً. هناك تقويم لمؤشرات أداء هذه الشركات في الفترة السابقة، حيث تؤكد المؤسسة أن هناك إخفاقات ونجاحات. يعني أول شيء خلنا نقول على أنه التمديد حاصل، يعني بات محسوماً أنه يجددوا لهم 4 أشهر للأدمة تحت عبارة أنه بدل ضائع. هي بالمضبوط عبارة بدل ضائع مش بمحلها، هو تمديد فعلي، ولكن أنا قانونياً اليوم لأسباب سياسية الوزارة الطاقة ما بتقدر إنه تمدد لهالشركات، استعملت بهالموضوع. بالعقد الموجود يفترض على الشركة تنفيذ أو القيام بمهمات معينة أو أعمال معينة، ما قامت فيها، من هون انفرضت عليها غرامات، وكلها وهي الشركات عم تحاول مثل عدد كبير جدا من الشركات الأخرى إنه تتهرب من الغرامات تحت ذرائع ومبررات متعددة. وبهذا الإطار لا يفترض على مؤسسة كهرباء لبنان الانصياع إنه ترفع الغرامات أو تلغيها. وضع الجباية والتعديات على الشبكة والسرقات الكهربائية لا يزال على حاله في بعض المناطق، ومشكلة المياومين لا تزال في الواجهة، ومشروع العدادات الذكية لم ينجز بعد. فهل التمديد لهذه الشركات فكرة ذكية؟ ليال بوموسى، قناة الجديد. الفنانة جوليا تحيي بعد قليل حفلا فنيا عند واجهة دبي البحرية. الأجواء مباشرة مع الزميل شادي خليفي من هناك. شادي، مساء الخير. طبعا معروف عن الفنانة جوليا أنها مقلة بحفلاتها وبإطلالاتها، والناس تنتظرها بحماس. كيف الأجواء عندك قبل وقت كتير قليل من بداية الحفلة؟ مساء الخير جورج. يعني مثل ما قلت، قلة إطلالات الفنانة جوليا بطرس سواء إعلاميا أو حتى كمان إقامة الحفلات والمهرجانات بيسبب اشتياق كتير كبير عند المحبين. يعني ما في لك جورج، بلبنان كان في مهرجانات كتير مهمة وكتير كبيرة بلبنان، كتير من هالمهرجانات كانت ناجحة، ولكن كلنا بنعرف أنه سقف المهرجان 3000 أو 3500 شخص. هيدي الحفلة في يقول بأنه هي أكبر حفل على الإطلاق لهيدا الصيف أو ضمن كل المهرجانات والحفلات. رح نشوف وراي المدرجات يلي بلشت تمتلئ. 8000 مقعد جورج، هو أضخم حفل أو أضخم مهرجان، ما في مهرجان بيوصل هالقد عدد المقاعد فيه. و 8000 انباعوا من بعد أيام قليلة جدا عن الإعلان على هيدا الحفل. بطبيعة الحال هيدي جوليا بطرس قيمة فنية واسم كبير بعالم الفن، كل يلي اجوا لهون جورج ليستمتعوا بشغلتين بصوتها لجوليا بطرس.
الدفء إن كان بالأغاني العاطفية أو العنفوان بالأغاني الوطنية. جوليا المعروفة بالتزامها بالأغنية بالفن الراقي أو حتى بالقضية، القضية الوطنية، القضية الفلسطينية، الغناء ضد العدو ككل والعدو كمان الإسرائيلي بشكل خاص. يعني جوليا فنانة ملتزمة وهي عم تتحضر لا تعتلي المسرح بعد شوي وتلاقي جمهورها. رح ينضم لإلي معالي الوزير الياس أبو صعب بهالأثناء. مساء الخير معاليك. يعني كمان حضرتك نجم، يعني عم شوف كمان العالم يلي موجودين قدي بيحبوك، كمان عم نشوف هلأ قدي في زحف بشري الكل عم بيدخلوا إلى الحفل، عم نشوف هلأ بالكاميرا. معاليك شو بتقول اليوم عن هيدا الحفل يلي عم بيصير الليلة؟ هل هو مساقي بالدرجة الأولى؟ يعني حضرتك معلق مشاركتك بالحكومة، ما حضرت جلسة مجلس الوزراء نهار الخميس لأنه مش مساقية، اليوم هيدا الحفل أنت موجود فيه يبدو مساقي. أول شيء نتفق أنا وياك، أنا اليوم ما بتقلي معالي، أنا أصلاً كلمة معاليك ما بحبها، بس اليوم بالأخص أنا هون لني معاليك ولني وزير، أنا هون اليوم لأحضر حفل جوليا مثلي مثل كل المواطنين اللي بيحبوا فنها وبيحبوا قضيتها، مقتنعين باللي عم بتغنيه وباللي عم بتقوله من سنوات كتيرة. وأنا لما أجي اليوم على الحفل برجع على هيدي الأيام، مشان هيك بفضل ما أكون هون عم بحكي كوزير. هلا بدك تمرق شغلة على المسائية بعدين نبقى نمرقها، بس خلينا ما نزعج وما نعوكر الجو اللي نحن موجودين فيه اليوم. رح نزعج، بس قلت لي قبل شوي كنا عم نحكي تحت الهواء، قلت لي إيه مبلا هيدا حفل مساقي. لا قلت لك هلا لما تشوف الجمهور الموجود هون اليوم بتعرف قديش مساقي هيدا الحفل مقارنة مع اللي كان عم بيصير بمجلس الوزراء. بس هلا الأهم من هيدا كله الكلام اللي بتقوله جوليا، الأغاني اللي بتغنيها من ناحيتين. هلأ بنحكي على الشق الفني والتقني، ولكن بدنا نحكي عن القضية اللي حملتها جوليا. ولا مرة غنت لطرف لبناني ضد آخر، جوليا بتغني للوطن، بتغني للبنان، بتغني ضد العدو أكيد اللي هو عم يغتصب أرضنا، إن كان العدو الإسرائيلي أو إن كان التكفير اللي عم يعني عم بيكون عم يعمل أعمال إرهابية بأطفالنا وبمدارسنا وبأولادنا بكل العالم العربي. نحن مش معنيين بس بلبنان، مشان هيك جوليا عندها هالقضية من زمان والعالم كلها بتجمع عليها، بتشوفها اليوم من كل الأفرقاء السياسيين بتلاقيهم موجودين عم يسمعوا كلامها، لأنه ولا مرة جوليا أخذت موقف بالداخل اللبناني مع فريق ضد آخر، إنما مع قضية. هيدا من الشق الثاني اللي عم نشوفه اليوم. فعلا هلا ان شاء الله الكاميرا وبعد الاخبار بتشوفوا، بكره يمكن بترجع بتنعرض. حفل فريد من نوعه من عده نواحي، اولا فنيا جوليا بادائها وبصوتها، زياد بالحانه، شعرة بكلماتهم، الفريق الفني بالاضاءه بالاخراج بالمسرح. الكلمة الوحيدة اللي كنت عم بسمعها أنا خلال 3-4 أشهر لحد هالجمعة اللي شفناه، أنه الفريق الفني مبسوط بلبنان، أنه قادرين يعملوا عمل بفرجوا العالم فيه وبيقولوا له نحن بلبنان قادرين نعمل هيك إنتاج. بقى إن شاء الله نكون عند حسن ظن اللي جاي يسمع جوليا واللي مقتنع بكلماتها وبأغانيها وبفنها. معالي الوزير شكرا لك، وعلى كل حال ما عودتونا الا على هيدا المستوى بحفلات الفنانه الكبيره جوليا بطرس، شكرا لك واكيد بانتظار الاستمتاع بهالحفل. اذا جورج يعني بالفعل جورج يعني 8000 شخص رح يكونوا موجودين بالوجهه البحريه لمنطقه الطبيه ليستمتعوا بفن جوليا بطرس الراقي، وان دل هيدا الشيء على شيء هو رغبه اللبناني بانه دائما يبحث عن الرقي وعن نعم. الفرح. هيدا شكرا كانت الأجواء جورج. نعم. من هالمهرجان شكرا لك، وبالطبع نتمنى لك تستمتع بحفلة الليلة. بعد الإعلان زينب تستغيث عبر الفيسبوك، القانون توقف والتدخين ماشي، كرامي لريفي نزلني عن ظهرك. زينب استغاثت عبر الفيسبوك والجديد سمعت النداء، فهل من يساعد؟ هذا ما أحدثه حريق شب في منزل آل الأمين الكائن في مخيم البرج الشمالي في صور، لكن هذا السواد الذي يغلب على جدران المنزل ليس من مخلفات الحريق. هيدا رطوبة، رطوبة من المي، بس تصير تنقط وهيك المي فكله بيتجمع، وين بدها تروح المي كله بصير رطوبة وأسود. إحنا سبعة بالعائلة مع أمي وبيي، ثلاث بنات وشابين، عندي خي كفيف ما بشوف، عايشين بوضع مأساوي، يعني بيت مثل مغارة جعيتة
بتشوفيه صواعد وهوابط وما بعرف كيف. إذا الخزان طافي علينا المي بتصير بالبيت، حاطين جاطات سطولي لحتى إنه المي ما بقى تفوت لعنا، يعني بعد شوي البيت بده يقع علينا. هذه زينب البالغة 21 ربيعاً تحارب لتحسين وضع أسرتها المأساوي وأخيها الكفيف. بتمنى من أي جهة، يعني حدا، شي حدا فاعل خير، لأنه حكينا كتير مع الإنروا ينروح نعبي الاستمارة، يقولوا بس نرجع تاني مرة على العمار، يقولوا فش بيجي الاسم للشخص بس بدهم يعمروا أو شي بغيروا الاسم بحطوه باسم واحد تاني ما بيستحق. في بيوت هلأ بيعمروها مش مستحقة أنه قد بيتنا، يعني بيتنا أكتر شي بيستحق. أخواتي معهم حساسية من الرطوبة، أخذت ماما بتاخدهم عند الدكتور بيقول لها أنه طول ما أنتوا قاعدين بالبيت مش رح يصحوا. أصعب شي وضع خيي، يعني وضع خيي فش له عملية. تتنقل في أرجاء ما يشبه هيكل منزل متهالك، وكلما دخلنا أكثر زادت رائحة رطوبة لا تحتمل. تدخل أكثر الغرف تضرراً، هذه هي غرفة خليل. أكثر شيء بيزعجني ريحة الرطوبة القوية والسقف اللي بضله يهر. قال الدكتور إنه صارت اللحمية ضخمة كتير بسبب الحساسية القوية. أتمنى إنه يزبطوا لنا البيت وتصير حياتنا أفضل وإنه يصير البيت أحسن. ومع ذلك يبتسمون. غادرنا منزل الأسرة المنكوبة وفي أنفسنا شعور مزدوج، دهشة من صلابة زينب وعزمها، وحزن شديد سببه المأساة التي تواجهها. أما الأمل الأخير فيكمن في يد تنتشل هذه الأسرة من بؤسها. ليال سعد، قناة الجديد. المادة الأولى من قانون منع التدخين في لبنان يحذر هذا القانون التدخين وأشعال التبغ في الأماكن العامة المغلقة، وهي أماكن العمل، الإدارات الرسمية بمكاتبها ومراكزها كافة، والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات ودور السينما والمسارح. ولكن لن نكمل، لأن هذا القانون الذي أقر في 29 من آب عام 2011 في لبنان بقي حبرا على ورق، فهل من خطوات مرتقبة لإعادة إحيائه؟ في 29 من آب عام 2011 أقر مجلس النواب قانون الحد من التدخين في الأماكن العامة المغلقة. استمهلت المطاعم والملاهي حتى 3 أيلول من العام التالي لتسوية أوضاعها في ظل القانون المستجد. هذا القانون الذي نص على تغريم كل مخالف 135,000 ليرة لبنانية رأى فيه أصحاب المقاهي والمطاعم اللبنانية حربا اقتصادية عليهم، خصوصا تلك المطاعم التي تقدم النرجيل كمنتج أساسي وتراثي. قانون منع التدخين اللي صدر عام 2011 وين صار؟ ليش ما تطبق برأيك؟ يعني جيبي لي شي قانون بهالبلد يعني تطبق. يمكن ضغطوا على الوزراء والنواب لأنه كل واحد بينتمي لزعيم بهالبلد، من شان هيك زتوه بالجارور. كل القوانين اللي عملت معايا ولا قانون بيطبق بهالبلد. انت مع التشدد بتطبيقه، إعادة تطبيقه؟ طبعا بالأماكن مثلا المضغوطة، بس بالأماكن المفتوحة مثل هاي يعني الواحد بيقدر يدخن. والمطاعم بدها تمشي يعني بلا أرجيلة ما بتمشي المطعم وبلا سيجار. قرار الدولة 7 أيام بس، بعد 7 أيام تنعد عليك ما في شيء. إذا كان المواطن قد يأس من تطبيق القوانين اللبنانية، فإن رئيس لجنة الصحة النيابية مصر على إحياء قانون مات في مهده. يعني مع الأسف البداية كانت كتير جيدة، كان في 85% التزام بهذا القانون، إنما تراخي السلطة التنفيذية خلى هذا القانون يتراجع الالتزام فيه. يعني تصوري إنه أحد الوزراء قال هلأ ماشي الحال، في عنا أعياد ميلاد ورأس سنة ماشي الحال دخنوا. طيب إذا وزير شغلته ينفذ القانون هو عم بيستهتر بالقانون، فكيف حال الناس؟ إلى حد أنه اليوم بقدر أقولك أنه في التزام بحدود 40-45%، لأنه في ناس بتهتم بصحة الناس، لأنه في ناس تحترم القوانين، لأنه في ناس تتضرر من التدخين. دكتور عم بيكون في غرامات؟ لا ما عم بيصير شيء، وحتى ما عم بيصير في دوريات يعني. ورغم أنه رحنا عند الوزراء المعنيين ووعدونا خير، ولكن على الأرض ما صار شيء.
مع الأسف الشديد. خطوات العملية ابتداء من تشرين بدي أرجع أعمل برمة على الوزراء المعنيين وأرجع حثهم على إطلاق حملات لتنفيذ هذا القانون. ويؤكد مجدلاني للجديد أنه بصدد التنسيق مع الوزارات المختصة لاستبدال العبارات المحذرة من التدخين على علب السجائر إلى صور أكثر تعبيراً. تشير الأرقام الرسمية في لبنان إلى أن 3500 شخص يموتون كل عام من جراء أمراض سببها التدخين كالسرطان وتصلب الشرايين والسكري وأمراض القلب وغيرها. فإذا كنت أيها المدخن لا تعبأ بكل هذه الأمراض، فعليك على الأقل أن تحترم خيار غير المدخنين. دارين دعبوس، قناة الجديد. الوزير السابق عبد الرحيم مراد يدعو بعد لقائه العماد ميشيل عون إلى تفعيل مجلس الوزراء وانتخاب رئيس. من الرابي شدد الوزير السابق رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد على ضرورة أن يكون هناك قانون انتخابي جاهز بعد أشهر من الحوار. يعني بنأمل أنه من طاولة الحوار إذا جدية وإذا بالفعل بده يكونوا جديين أنه يسعوا لسرعة إقرار قانون انتخابي عادل كما ذكر الجنرال، عادل وأكيد عشان يكون عادل يجب أن يعتمد النسبية. إن الأوان لا يكون عندنا رئيس جمهورية ولا يجوز أن يستمر الوضع بهذا الشكل وبهذه الطريقة. الشعب صار يعني يعاني الأمرين من هذا الفراغ، يعني رغم أن مثل المشكلة عم تزيدها نحن عم نحاول نفتعل مشاكل كمان لأنفسنا أكثر من المشكلة العامة الموجودة بالبلد. أنه فيما يتعلق بأداء مجلس الوزراء المفروض أنه يتفاعل الأداء بشكل جيد ولا يجوز أن يستمر مرة في جلسة ورنما في جلسة مرة بتعطل جلسة مرة بتعطل جلسة. المفروض أنه تتفاعل كل ما لدينا من ما تبقى لدينا من مؤسسة اللي هي مؤسسة مجلس الوزراء أن تتفاعل، وحتى مجلس النواب المفروض أن يتفاعل. ونوه مراد بمجهود القوى الأمنية في ظل ما تمر به البلاد وفي ظل انعدام الأجواء السياسية المساعدة. الوزير السابق ويام وهاب يرى أن المخرج الوحيد للأزمة السياسية هو في مبادرة الرئيس نبيه بري وأن الحل يبدأ بالعماد ميشيل عون. أكد رئيس حزب التوحيد العربي ويام وهاب أن مبادرة الرئيس نبيه بري بطرحه السلة المتكاملة هي المخرج الوحيد من الأزمة، مشددا على أن الحل يبدأ بالعماد ميشيل عون. كلام وهاب جاء في خلال حفل اختتام المخيم الكشفي السنوي الذي نظمته مفوضية طلائع التوحيد العربي في دير دوريت. بأن السلة المتكاملة اللي طرحها الرئيس نبيه بري هي المخرج الوحيد، ولكن مع شرط أن يكون قانون الانتخاب قانون عادل للانتخابات. سمعت أن هناك دعوات تقول أو مواقف تقول بأن الانتخابات ستجري في موعدها. أي انتخابات ستجري في موعدها على أساس القانون الحالي؟ أنا أؤكد بأن الناس ستحاسب كل من مرر هذا القانون. أنا متأكد بأن الناس ستحاسب هؤلاء، لأن هذه الانتخابات ستكون مزورة، هذه الانتخابات ستكون نصبة جديدة، وهذه الانتخابات ستعيد إنتاج نفس الفريق الذي ينهب لبنان اليوم. لذلك أي سلة متكامل يجب أن تلحظ قانون جديد للانتخابات على أساس النسبية. العماد عون لا يستأهل إلا كل المحبة ولا يستأهل إلا كل الدعم. يبدأ الحل بيد العماد ميشيل عون، دون ذلك لا إمكانية لهذا الحل. ورأى وهاب أن القانون الحالي للانتخابات مزور في أساسه ولا يقبله لا عقل ولا منطق، وأنه إذا تأجلت الانتخابات عاماً أو أكثر أفضل من أن نجدد لهذا الفريق الذي ينهب لبنان اليوم. أكد وزير الزراعة أكرم شيب أن لا بديل من المؤسسات، وشدد على أهمية التمسك بالحوار للخروج من التعطيل. كلام شيب جاء خلال تمثيله النائب وليد جملاط في حفل العشاء السنوي لجمعية الوفاء الخيرية. إن أوضاع لبنان تحتم علينا جميعا أحزابا وبلديات العمل على تأميد صمون اللبنانيين وإبعاد لهب الحروب الدائرة في المحيط ونار الفتنة التي تهددنا. الأمر الذي يحتم استكمال السعي إلى حوار نراه الطريق الأمثل لدرء المخاطر. لا بديل عن المؤسسات، ولا بديل عن تفعيل عمل الحكومة، ولا خلاص إلا بالدولة.
وإلى أن تنهض الدولة سنبقى نعمل لملء الفراغ ومنع التعطيل، وسنبقى في الحزب نعمل لتأمين حاجات الناس في الصحة والغذاء. علق الوزير السابق فيصل كرامي على دعوة وزير العدل أشرف ريفي له إلى إعادة النظر في نهجه وخطابه السياسي قائلا: ما يثير العجب أن الوزير ريفي يدعوني إلى إعادة النظر في نهجي وخطابي السياسي من باب حرصه علي، ولكن ليطمئن قلبه أبلغه أنني ثابت على نهج القوم أبلغه أنني ثابت على نهج القومي والوطني ضد إسرائيل وكل أدواتها في لبنان والعالم العربي، وأنا فخور بخطابي السياسي المنفتح والمعتدل والبعيد من الاستثمار المذهبي والطائفي الرخيص. وأضاف كرامي: شكرا لاهتمامه، وأنا لا أدعوه إلى شيء يتعلق به، لكن أتمنى عليه أن ينزلني عن ظهره مشكورا. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة أنه في إطار ملاحقة شبكات تصنيع وتهريب حبوب الكبتاجون وبنتيجة المتابعة والرصد الدقيقين، تمكن مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية بالتنسيق والمتابعة مع الجهات الأمنية المختصة في السعودية من توقيف اللبناني راء دال في منطقة البقاع، وهو من مواليد عام 77، ينشط في تهريب حبوب الكبتاجون إلى دول الخليج بكميات كبيرة وبأساليب مختلفة. وكانت السلطات السعودية قد ضبطت أخيرا 600 ألف حبة كبتاجون في هيكل شاحنة أرسلها الموقوف إلى البلاد. وأوضحت المديرية أن التحقيق جار بإشراف القضاء المختص بهدف توقيف جميع المتورطين. بعد الإعلان: أنا رايح على دبي. وتزوج 57 مرة في 30 عاما. بث تنظيم داعش شريطا مصورا جديدا لمجموعة من الأطفال وهم ينفذون حكم إعدام بخمسة من الأكراد في مدينة الرقة السورية، وذلك بإطلاق النار عليهم بعدما أسرهم عناصر التنظيم الإرهابي. وبحسب الشريط الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الأطفال هم من بريطانيا ومصر وتركيا وتونس وأوزبكستان، وقد أطلقوا النار بالمسدسات على رؤوس الأسرى بدم بارد. أعلن مدير الشرطة الأوروبية يوروبول روب واينرايت أن مسلحي تنظيم داعش يحاولون التسلل إلى أوروبا ضمن سيل اللاجئين باستخدام جوازات سورية أو جوازات سفر سورية مزورة بهدف تنفيذ هجمات في دول أوروبية. وأوضح أن قيادة التنظيم قد اتخذت قرارا استراتيجيا لإرسال المقاتلين إلى دول أوروبا لتنفيذ اعتداءات هناك بهدف صرف الاهتمام عن الخسائر التي يمنى بها داعش في سوريا والعراق، مؤكدا أن عددا من عناصر التنظيم يستغلون جوازات سورية مزيفة تصدرها جماعة إجرامية منظمة على نطاق صناعي، ما يتيح لهم التحرك من دون أي عوائق داخل الاتحاد الأوروبي، بينما يحاول بعض المتشددين التسلل إلى القارة العجوز عبر اليونان ضمن سيل اللاجئين على غرار الإرهابيين الذين قرروا التورط في هجمات باريس. في بنغلاديش أعلنت الشرطة أنها قتلت ثلاثة إسلاميين متطرفين في العاصمة دكا، أحدهم مدبر الهجوم الذي استهدف مطعما في جولشان في تموز الماضي وأسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا معظمهم من الأجانب. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في الشرطة قوله إن تبادلا لإطلاق النار استمر ساعة من الوقت بين رجال الأمن ومسلحين تحصنوا بمخبأ في بلدة نايرانغانج الواقعة جنوب دكا. وأضاف أن أحد القتلى يدعى تميم تشودري ويحمل جنسيتي كندا وبنغلاديش، مشيرا إلى أنه مدبر هجوم جولشان وزعيم جمعية مجاهدي بنغلاديش. قتل أكثر من 16 شخصا من جراء حريق شب في مستودع للمطبوعات شمالي شرقي موسكو. وأوضح مصدر في هيئة الطوارئ الروسية أن فرق الإطفاء تمكنت من إنقاذ 12 شخصا في أثناء إخماد الحريق، فيما نقل 4 مصابين إلى أحد المستشفيات. والآن إلى فقرة ترانس مع الزميلة سراد صالحة. سراد بونسوار. بونسوار جورج، كيفك اليوم؟ منيحة أنا الحمد لله. بترانس اليوم في فنان بده يهج من البلد، ما هيك؟ مزبوط. عنا الملحن جان ماري ريشي قرر يروح على دبي، مع أنه ما في فاي بس هو بده يروح على دبي. بنشوف مع بعض التفاصيل.
مساء الخير. شغل فستان الفنانة شيرين عبد الوهاب المليء بالزهور يلي لبسته خلال حفلة الأول بمهرجانات بعلبك ليل أمس مواقع التواصل الاجتماعي تماماً. فنانة شيرين المعروفة باختياراتها المميزة للملابس خلال إطلالاتها المختلفة تلقت العديد من الانتقادات من الجمهور يلي ما حكي عن الحفل قد ما حكي عن الإطلالة، حتى أنه بعض المجلات عملت استفتاء حول لبس شيرين ورأي الجمهور فيه. من ترندز لايك لشيرين، شو ما لبستي ونورتي لبنان. بعد ما استقال من منصبه على خلفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، صورة لرئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون عم يأكل وجبة سريعة من السمك على الرصيف شغلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات استغربت من الفارق الكبير لرجال السياسة وقت يكونوا داخل السلطة ويخرجوا منها. يا ريت هالشي بينسحب على معظم رؤساء الوزراء وغيرهم بلبنان يلي هن انه بالسلطه بياكلوا الدوله واموالها، وحتى لما بتنتهي فتره عملهم وبيصيروا وزراء سابقين بيضلوا يستغلوا اموال الدوله بعدد المرافقين والحراس وما بيظهروا الا بالمواكب. نشط هاشتاج اليوم يلي بيتغرب خلال ساعات سابقه عبر فيها المغردين عن هواجس ومتاعب الغربه يلي عايشينها بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي بلبنان. وكان أطلق سابقاً الملحن جان ماري رياشي من خلال الفيسبوك أغنية أنا رايح على دبي بيحكي فيها عن الغربة بطريقة ساخرة، وختم بتعليق يتبع من دون تفاصيل إضافية. منشوف مقطع منا سوا. أنا رايح على دبي مع أنه ما في في والشمس بتكوي كي وما برتاح. أنا رايح على دبي كل رفاقي بالحي وأصحابي شوي شوي. وأخيرا مع فيديو لدكتور سعودي أعلن بفخر عن زواجه من 57 امرأة خلال 40 سنة، وكشف تفاصيل زواجاته يلي أقصرها كان نصف ساعة وأطولها 32 سنة. منشوف مقطع الفيديو سوا. قصر زواجي لك نص ساعة بس. نص ساعة بس؟ نص ساعة دخول غرفة النوم. طيب النص ساعة ما كانت سريعة جدا يعني؟ ليش؟ في بعض الأمور تحكمك يعني، يا إنك تقرف منها أصلا. ها؟ أطول زواجة؟ أطول زواجة 32 سنة وإن شاء الله للعمر. دكتور كيف غصب؟ أنت تقول في زواجات بالغصب. مجاملة يعني، واحدة هدية جاتك ما شاء الله ومغصوب عليها غصب يعني. تزوجتها؟ مشاهدينا نحن وصلنا لنهاية أخبارنا الليلة. لمزيد من التفاصيل وأخبار أخرى فيكن تابعونا على صفحة ترندز الخاصة على الفيسبوك، صفحتي على الفيسبوك، تويتر، إنستغرام وسناب شات، وأكيد ما تنسوا تتاج اند هاشتاج ترندز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقولها بنشرات لاحقة. تصبحوا على خير. كان في النشرة النفايات عادت، ماذا عن الحراك؟ الرجل العنكبوت مر من برج حمود. هيدا بالنسبة لأن هيدا تراث ما فينا نغيره. الأمن العام في عيده، لبنان باق والإرهاب سيهزم. الكهرباء بشركات الخدمات نحو التمديد. يعني أول شيء خلينا نقول على أنه التمديد حاصل، يعني بات محسوما يجددوا لهم 4 أشهر الأدنى تحت عبارة أنه بدل ضائع. أطفال ينفذون أحكام إعدام وحفلة وداع لانتحاري. هذا زر الدقمة، أضغط عليه بإذن الله أرسلهم على جهنم بإذن الله تعالى. جوليا تسأل أنا مين عند الواجهة البحرية. كاميرون وجبة سمك على الرصيف في ترانز. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في، على الفيسبوك الجديد أونلاين، وتويتر الجديد نيوز. الموعد الإخباري المقبل يأتيكم عند 11:30 من هذه الليلة.